مساءكم بكل خير، حضورنا ومشاهدينا الكرام، متابعينا عبر قناة بينونة في كل مكان، ومرحبا بكم في محطة جديدة ضمن تغطياتنا الخاصة لمسابقة وفعاليات مهرجان ومزاد ليوة للتمور بدورته الثانية، والذي يقام تحت رعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، ويستمر المهرجان لغاية 30 من شهر سبتمبر الجاري. اليوم وضمن أجواء تراثية ثقافية مميزة، تواصلت المسابقات والفعاليات والبرامج المتنوعة في المهرجان، وواصلوا رواد التراث والإنتاج المميز تقديم نخبة إنتاجهم من التمور والعسل للتنافس على المراكز الأولى والجوائز الكبرى، كما تواصلت المسابقات والأنشطة والبرامج الأخرى، ومن أبرزها مسابقة الزيت الزيتون الدولي والطبخ الدولي أيضا. وما زال المهرجان يحتفي بزواره الذين توافدوا من كافة المدن، مدن المنطقة أكيد، وللمشاركة في التظاهرة الثقافية التراثية المميزة، ونقول مرحبا بالكل والجميع. قبل لا نبتدي فقرة أمسيتنا لهذه الليلة مع ضيوفنا المميزين، نتوقف مع هذا التقرير الخاص الذي يسلط الضوء على استلام مشاركات المزاد في المهرجان ومزاد مهرجان ليوة للتمور، خلوكم معنا. حياكم الله مشاهدينا، ومتواصلين معاكم في تغطيتنا لمهرجان ومزاد ليوة للتمور في أجواء استثنائية بتوافد الزوار من كل أرجاء الدولة ومن خارج الدولة، ونقول مرحبا بالكل والجميع. مثل ما عودناكم في برنامجنا تغطيات مميزة وضيوف مميزين، فقرات متنوعة. اليوم ضيف فقرتنا الأولى نرحب أكيد سعادة محمد غانم القصيلي المنصوري، المدير النائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة للتمور. يا مرحبا بكم، السلام أبو غانم. يا مرحبا بك، مساك الله بالخير، واسعد الله مساك ومساء جميع المشاهدين. الله يمسيك بالرضا والطاعة، ومرحبا ومسهلا بهذه المشاركة المميزة لشركة الفوعة من الشركات الداعمة للأخوة المزارعين، فنقول شكرا لكم على دعمكم المتواصل. الله يحفظك، هواجب والمزارعين مزارعيننا، وانتم كلكم خير وبركة إن شاء الله. الله يطول عمرك. بداية أبو غانم، من أهم أهداف شركة الفوعة لدعم الأخوة المشاركين تواجدهم في المعرض، أولى أهداف مشاركتكم في المعرض خلنا نتكلم عنها؟ أول نمسيك بالخير على هالقناة المبارك ومشاهدينك. اليوم شركة الفوعة هي جزء لا يتجزأ من منظومة النخيل وقطاع النخيل، والمهرجانات اللي تقام في ليوة والمناطق الأخرى من أهم المهرجانات اللي تكون محطة لقاء بين المزارعين وبين الشركة، بين المفكرين وبين المهندسين،
وكل من عنده فكرة يقدر يطرحها، بالإضافة إلى أن هذه الشركة تخدم أكثر من 25,000 مزارع، وكل هذه المنتجات تصب في هذه الشركة. والمهرجانات هي فرصة كبيرة جدا أن تعرض هذه المنتجات وهي منتجات المواطنين للجمهور، ويستفيد منها من يحضر هذا المهرجان، وتكون إضافة مميزة في هذا المهرجان. نعم، في إحصائية يعني بعدد، أنت قلت لي 25,000 مزارع. ما يقارب 25. نعم، 25,000 مزارع، إنتاج ما شاء الله تبارك الله نشوفه على الطاولة فاخر. نعم. وصل للعالمية. صحيح. اليوم مثل ما تفضلت، هذه التمور مميزة وإنتاج مميز، وتمور دولة الإمارات لله الحمد اليوم متواجدة في أكثر من 45 دولة، وصارت تمور الإمارات تطلب بالأسم، فلله الحمد، وهذا كله فضل الله سبحانه وتعالى، والدعم لا محدود للقيادة الرشيدة، بالإضافة إلى جهود المزارعين، ولله الحمد هي متواجدة في هذه الأسواق. نعم، أبو غانم لو تخبرنا أيضا عن اليوم، فيه خلنا نقول معايير معينة شركة الفوعة تتبعها لاستلام التمور من الأخوة المسوقين مثلا أهل المزارع. اليوم أي منتج في مجال الصناعة سواء كان غذائي أو غير غذائي لابد أن يكون فيه معايير محددة، هذه المعايير المحددة لابد أن تكون متوفرة حتى المصنع يصنع هذا المنتج ويقبلها المستهلك. اليوم التمور هي منتج طبيعي و محبينها كثر سواء داخل الدولة أو خارج الدولة، فهناك معايير، سواء معايير نحن سميناها المظهرية والجودة. المظهرية تتكلم أن هذه التمور هو من التمور السنة اللي فاتت، ما فيها أي حشرات أي شوائب، ما فيها تعفن، واللي تحدد الجودة هي مدى وزنها في 50 جرام جيد أو وسط. ما شاء الله تبارك الله. اليوم شركة الفوعة أيضا تواجدها في السوق مثل ما قلت وصلت للعالمية. صحيح. من منتجات التمر شو قدرتوا تنتجون؟ اليوم الشجرة هذه شجرة مباركة، والتمر فيها في فوائد كثيرة وفي منتجات مشتقات كثيرة. اليوم المستهلكين ينقسمون إلى عدة أقسام، منهم اللي يستهلك التمر كما هو، ومنهم من يفضله يضاف إليه مثل الفستق، مثل المكسرات، مثل الدبس. فمن هذا المنتج المبارك طلع منه التمر كما هو، الدبس، التمور المحشية بالمكسرات أو الفستق وما يشبه، أو بالفواكه المجففة، أو أضيف إلى أي مادة أخرى مثل الشرايح اللي للأطفال، للكبار، للرياضيين، وهذه بالإضافة إلى أن ممكن المربى يسوي من التمر، فمنتجات كثيرة ما لا عد ولا أحصى. حتى الشوكولات صار بالتمر ما شاء الله تبارك. والله الشوكولات هذا لها قصة عجيبة معانا. الشوكولات اليوم تعرف فينا شوكولات داكن والشوكولات العادي. نعم. فاليوم عندك شرائح في المجتمع يحبون، الرياضيين يحبون الدارك أو الغامق، فالتمرة من فضل الله سبحانه وتعالى لما تغلف بهالشوكولاتة يصير لها مذاق غير طبيعي، فولها قبال كبير. نعم، هل عندكم فروع خارج الدولة؟ والله نحن الشركة اعتمدت أن يكون لها موزعين. اليوم الموزع يكون من أبناء البلد اللي مثلا في الهند مثلا أو في أمريكا أو في أوروبا، أنت تنتقي الموزع اللي موجود في هذه البلد حيث أن يكون عنده القوة وعنده الإدراك وعنده الشبكة اللي يوصل بها التمور في هذا البلد، فنحن ننتقي موزعينا انتقاء دقيق. 45 دولة قلت حول العالم. نعم. ما شاء الله تبارك الله. كم صنف خلنا نقول من هذه الشجرة المباركة استنتجت شركة الفوعة؟ اليوم الأصناف في دولة الإمارات نحن قسمنا التمور خرايف، وما سميناها ساير، يعني أصناف متعددة أقل جودة من الخرايف. الخرايف مثل الإخلاص، مثل الدباس، مثل اللولو، الفارض، بومعان، الخنيزي،
هذه يسمونها خرائط. نيت اللي شوي اقل منها هاي 30 صنف. الساير ما يتجاوز 150 مثل الجش انوان، جش ربيع، اصناف متعدده لا تعد ولا تحصى. ما شاء الله تبارك الله. شو اهم الاسواق اللي تستهدفها شركه الفؤاد؟ اليوم نحن متواجدين في 45 دوله. اليوم من الدول اللي نقدر نقول لك اكثر استهلاكا هي دوله الهند. دوله الهند من اكثر الدول اللي تستهلك التمور، بالاضافه الى شرق اسيا، بالاضافه الى الدول العربيه، بالاضافه الى اوروبا، امريكا، الى افريقيا. افريقيا اليوم عندهم رغبه في التمور بحكم جميع اللي قاطنين هذه الدول من المسلمين والجاليات اللي تحب التمور. نعم ابو غانم، اهم الاشياء اللي تقدمونها للاخوه المزارعين او النصائح من خلال تواجدكم في مثل هذه المهرجانات؟ اليوم نحن علاقتنا مع المزارع علاقه وثيقه، شراكه استراتيجيه. اليوم نحن والمزارع مثل ما تقول نقدم للمستهلك افضل ما عندنا. المزارع يقدم افضل ما عنده من التمور، ونحن نقدم بعد تصنيعه سواء كان تغليفا او فرزا او تدريجا. نحن اليوم المعدات اللي نستخدمها في شركه الفواعه قد لا توجد في اي مكان من آخر. نفرز التمر بالليزر، الليزر يحدد لك اليوم هل انت تباها لونه، ياك صندوق او صندوقين اشكال مختلفه، تباها على اللون، تباها على الحجم، انت قادر انك تفرز صغير كبير بالليزر. بالليزر، فهذا سهل المهمة علينا. فهذا أعطانا أفضلية للأسواق أن توجد عندنا منتجات ذات جودة عالية. طبعاً جودة عالية أنت تتكلم أن تطبق عليها الهسب، وتطبق عليها معايير الآيزو، وتطبق عليها جميع المعايير الدولية اللي تأهلها أنها تكون عند المستهلك. اليوم الأوروبي والمستهلك إذا ما لقى عندك الشهادة هذه ما كان له نصيب أنه يأخذها عندك، لكن لله الحمد الشركة تتمتع بكل الشهادات والمنتجات لها إقبال كبير وفق هذه المعايير. نعم، لو تخبرنا عن اللي متواجد، يعني الصناديق اللي متواجدة على الطاولة. والله الصناديق نحن فيها اللي تحت ذاك تاج التمور. التاج هذا؟ إيه، في 45 دولة. ما شاء الله تبارك الله. هذا في 45 دولة. تاج التمور. تاج التمور. فيه الدباس، وفيه اللولو، وفيه الفارض، وفيه الخنيزي، وفيه بومعان. اليوم هذا شو اسمه؟ اللولو عندنا. هذا اللولو، وهذا الخلاص بعد. والخلاص اللولو تتميز به إمارة رأس الخيمة وبعض المناطق. شو هذا اللي هو تاج التمور؟ هذا هاي يحطونه على التمور عامة يعني. هذا خلاص ما شاء الله تبارك الله. اي نعم. ونوعية ما شاء الله فاخرة. لا مميزة. اليوم هذه العلامة صار لها مكانة في العالم كلها بسبب الجودة وبسبب الحجم الزين. عندنا الحين حاجة هنا غريبة في هالصندوق. هذا الصندوق من جلد الإبل. ما شاء الله. هذا من جلد الإبل، وهذا الجلد نحن ماخذينه من مصنع الخزن الجلود. نعم. من الإبل الطيبة. طبعا هاي البوكسات تصلح للهدايا، تصلح للمناسبات، للاحتفالات، بالإضافة إلى البوكسات هذه أو الصناديق لتحمل عمل الدولة، علم الدولة. مثل ما تشوف مخرجنا اللي تعطينا. نعم. كلوز هذا البوكس الفاخر. نعم، ويحمل عمل الدولة. شركة بعلم الدولة بطريقة. نعم. مميزة. صحيح، طريقة رخامية مميزة. عندنا ماركة اسمها ماركة زادينا. هذا هي زادينا لأصحاب الذوق الرفيع نسميها، منها اللي يدور الفخامة. نعم. اللي يدور شيء يعني مميز يجده في هذا المعرض. الله يعطيكم الصحة والعافية، وجهود مشكورة على كل ما تقدمونه، وتواجدكم الله يثري المكان بأمانة. بالعكس. وإضافة للأخوة المزارعين. بالعكس، نحن اللي نشكركم يا شبكة إعلام أبو ظبي قناة بينونة اللي دوم تواكبون الحدث. واليوم الإنسان إذا ما وراه إعلام يخبر الناس بما ينتج يظل حبيس الأدراج وحبيس هذا. بيض الله ويوكم، ونشكركم جزيل الشكر. هذا واجب علينا. الله يحفظكم. بيض الله ويوكم، ما قصرتم. الله يطول عمرك. كل الله الشكر يسلم. للسيد محمد بن غانم القصيلي نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة على هذه المعلومات الطيبة.
من خلال تواجدهم هنا في هذا المهرجان. شو عندنا مخرجنا؟ عندنا تقرير لمسابقة مميزة في مهرجان ومزاد لواء للتمور اللي هو التصوير الفوتوغرافي، كورنر جدا مميز، في رسومات، في تصوير، في أشياء بتشوفونها من خلال هذا التقرير، تابعوا. هذه الدورة الثانية لمسابقة التصوير، حققت نسبة مشاركة كبيرة عن الدورة الأولى، وكذلك نوعية الأعمال وفكر الصورة، يعني تغير المنهج المشاركة، لأنه احنا بهذا العام وضعنا أنه المصور يعمل قصة من الصورة، فالقصة تبنى على فكرة. ثيمتين أو محورين للمسابقة، المحور الأول هو النخلة والتمر والحياة البرية والطبيعة والاستدامة. لذلك ركزنا على الأعمال خلال التحكيم أنه يا مصور قدر يعطينا صور فيها استدامة الطبيعة وفيها استدامة تراث في نفس الوقت. الأعمال اللي فازت هي 5 أعمال في محور الحياة البرية والبحرية وخمس أعمال في محور النخلة والتمر. ايضا قيمه الجائزه في هذه المسابقه قيمه عاليه ومهمه جدا، وهذا اجى تكريم كبير من سمو الشيخ حمدان بن زايد، كرم المصورين بهذه المبالغ القيمه والكبيره، وهي ايضا شجعت المصورين، والحمد لله والشكر توفقنا كلجنه التحكيم في انه نكون شفافين وعادلين، واعطينا كل من اخذ حقه في هذه المسابقه. يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، واكيد متواصلين معاكم في تغطياتنا لمهرجان ومزاد لواء للتمور وفقراتنا المتنوعه مع ضيوفنا المميزين، اللي مشارك، اللي مشارك بجهه، اللي مشارك بشركه، اللي مشارك من طرف جهات حكوميه مشاركه في المهرجان. فنقول مرحبا بالكل والجميع، وندعو ايضا الاخوه الزوار للتواجد في المهرجان. أرحب أكيد بصاحب شركة تمركو وأحد المزارعين المميزين اللي وصل بهذه المنتجات إلى العالمية، راشد بن حاذا المرر، الله يمسيك بالخير. نور سرور محمد، يا مرحبا، الله وسهلا. الله يبقيك. بداية للمعلومة يا جماعة الخير، راشد ما شاء الله تبارك الله 3 سنين على التوالي يحصل على نخبة الرطب في مهرجان لواء للرطب. هذا دليل على تميزه، على كل ما يقدمه من أصناف. عند بنتكلم أكثر عن الأصناف والجودة اللي يقدمها من خلال تواجده. راشد، بداية مهرجان لواء للرطب ومهرجان ومزاد لواء للتمور، شو يعني لكم أنتو كشركات وكمزارعين؟ والله المهرجانات هذه أبو محمد هي داعم أساسي لنا كمزارعين. الرطب خلانا نحسن مستوى جودة الرطب، نهتم بأصناف النخيل، لأن نحن يوم تشارك في نخبة تبغي أفضل الأصناف وأندر الأصناف. وصلنا آخر الأراضي البلدان من الشرق والغرب بحثاً عن الصنف النادر ويبناه بفضل الله، فهذه فوائد مزاين الرطب. النقطة الثانية، قدرة مزارعنا النموذجية، سبت مسابقة المزارع النموذجية خلتنا نوصل مستوى مزارعنا شيء قبل 10 سنين شيء واليوم شيء، من ناحية التكنولوجيا، من ناحية وجود الأصناف، من ناحية كم الإنتاج، من ناحية طرق تقديم المنتج، فدخلت أفكار فيه. هذه في الرطب. أما بالتمر، التمر فتحنا سوق مثل ما أنت شايف اليوم، السوق فيها سامي، فيه منتجين، فيه مزارعين، يتطلب منك بصمة لإثبات وجودك، تقديم منتج ذات جودة عالية، تقديم صنف، تقديم تعليب وباكج يثبت وجودك، يتميز وينفرد عن باقي الأسامي. نعم راشد، خلنا نتكلم عن الأصناف، بما أنك تكلمت أنك سعيت للأصناف الخارج الدولة علشان تبون الصنف اللي يمشي من أنواع التمر. راشد بن حاذا،
في مزرعته طبعا. وللتأكيد أيضا راشد من الأشخاص اللي شاركوا في المزرعة النموذجية وخذوا المركز الأول، هذا دليل على اهتمامه بالمزرعة النموذجية، اهتمامه بنوعيات التمر اللي يقدمها أو الرطب أو التين أيضا المقدم عنده في المزرعة. كم صنف متواجد في مزرعة راشد بن حاذر؟ أبو محمد الأصناف تفاوت سنويا لأننا نفلتر. المسألة مش مثل ما يعتقدها الناس مسألة كم، أني أنا عندي 150 صنف، المسألة مسألة كيف. تقييم الصنف على جودة إنتاجه وكثرة إنتاجه، علاقته مع النبات وجودة الإنتاج، الذوق رطب بصيرته تكون حلوة، إذا ما كان رطبه زين يكون تمره ممتاز، فهني أنت تقيم الصنف. حجم الثمرة، فهني أنت لو تجني 50 صنف جودة عالية أفضل ما تجني 300 صنف حشو. فنحن الأصناف أنا تقريبا ما بين 70 إلى 80، والفلتر مستمر سنويا في كل سنة أستبعد أردى 5 أصناف بالنسبة لمستوى مزرعتي، وأدخل ما يقارب 10 والـ5، والاسطوانة مستمرة. ما شاء الله تبارك الله. راشد، شو أهم المعايير عند راشد لتواجده في السوق؟ خلصنا من المزرعة، تواجد راشد في السوق. الجودة والسعر، الجودة العالية والسعر المتناسب للجميع. ما أرفع سعر، أنا سعري في السوق متوسط يتناوله الشخص العادي ويأخذه الشخص اللي مقتدر وتأخذه الشركة. يعني السعر موحد مقارنة مع جودة عالية، تسويق كميات عالية ولله الحمد. نعم. شو تشوفون يعني من أهم الأشياء عندكم أنتم كمسوقين؟ أو في عوائق عندكم أو شيء؟ العوائق كثيرة، ولكن التحديات مستمرة. دعم قيادتنا الرشيدة جلوسنا على هذه الكراسي ووجودنا في مثل هذه المهرجانات خلتنا نعدي جميع العوائق بسلاسة ولله الحمد، سهلت لنا تسويق منتجاتنا أكثر ما كنا قبل المهرجانات الأول، أونلاين وطلب وسيارة. اليوم أنا فاتح محلية وكل زائرين ويأخذ المنتج اللي يبغي ويتوكل بكل سهولة وريحية، فهذه ثمرة المهرجان، سهلت تسويق المنتج بطريقة ما كنا نتصورها ولله الحمد. وإذا كنا بدون مهرجان للأمانة نبيع الطن خلال أسبوع، صرنا نبيع الطنين والثلاثة في يوم، اللهم لك الحمد. ما شاء الله تبارك الله. نعم. هذا كله بفضل هذا الدعم اللامحدود من القيادة أكيد الرشيدة. أكيد، فهذه هي ثمرة المهرجانات. نعم. سهلت لنا تسويق المنتج، خلتنا نطمع أن نرفع في الكم ونستهلك الكيف، نشتري من السوق المزاد، نشتري التمور زينة ونعيد تدويرها ونرد نبيعها في خلال العملية هاي اللي 9 أيام في المهرجان. راشد، أنت ما شاء الله تبارك الله منتج ومهتم في مزرعة نموذجية وأيضا تبيع، وغير هذا مشارك في في المزاينات. المزاينة في نخبة الرطب أنت ماخذ المركز الأول، أمس في أيضا في نخبة التمر ماخذ المركز السادس. هذا الاهتمام وهذا الحرص، هل هو يحتاج تطعيم مثلا أنواع جديدة؟ أكيد، هذا شيء أكيد. نحن في الرطب والله الحمد فضل من الله من أول مشاركة لها المزرعة وهي جديدة المركز الأول في فئة النخبة، وحاولنا بقد ما نقدر أن نكون متمكنين مسيطرين على هذه الفئة رغم أنها أقوى فئة في المهرجان. نعم. والحمد لله 3 سنوات على التوالي. التمر لنا مشاركة تونا نقيس النبض، والسنين الجاية إن شاء الله بيكون رقمه صعب مثل ما كان في الرطب. الوصول للقمة الكل يعرفه أنه ممكن تواجه صعوبة بسيطة، لكنك أنت تحافظ متربع في مركز مثل المركز الأول والكل مستهدف أنك من المشاركين، صعب 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 جدا ما تحافظ عليها إلا بعد توفيق من الله سبحانه وتعالى واجتهاد منك كمزارع، أنك تدخل أصناف جديدة، أصناف نادرة، جودة، حجم وغيره، محتاجة جهد يمكن البعض يجهله. نعم. ولكن الصنف الجديد، الجديد هذا عليه خطين أحمر، لازم الصنف الجديد وما يكون صنف عادي، صنف متميز من جميع النواحي سواء كان بالحجم أو بالذوق. نعم. راشد، ما شاء الله لين الحين عندك رطب. نعم، نحن نحرص أن تكون الرطب متوفر عندنا طيلة موسم أطول، نحرص على الأنواع المبكرة اللي قدام الناس. نعم. المتوسطة اللي متأخرة، هذا من الأصناف المتأخرة. صقعي هذا؟ هذا حساوية اسمها، صنف أصله نوى من السعودية. ما شاء الله، ذوقه ممتاز بصر توه، هذا في ثلثه الأول الحين بيستمر معانا شهر قدام إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. وهذيك
هاي اخذتها حساويه. حساويه بعد بس نعم. هذه جوده يمكن اكبر شوي. جوده اكبر شويه ونخلها توها في بدايه الخرف، دائما نخلها تنخرف اول مره ثاني مره تطيب شويه تجيب حمالها زين. نعم هذا الثاني؟ هذا رزيز. هذا تمر رزيز هذا. رزيز. هي نعم هذا الزامني اللي هو ملك الساحه حاليا. ما شاء الله تبارك الله. من الاصناف اللي غزاره انتاج ودائما نحن نرشد وننصح بزراعه الصبر. نعم هذا التين. هذا التين الاخضر. التين الاخضر من وين هذا التين الاخضر؟ مرده الشام. مرده الشام بس راشد شفته هني بكثره وصاروا توجه عليه بشكل كبير. بكثره عبد الله الله يذكره بالخير احمد بن هياي اول تقريبا من الفئه الاولى اللي زرعوه ونصاحبه قبل 5-6 سنين. نعم. ويت وشفته وان العرب بدات تزرع فيه وركزنا عليه في السوشيال ميديا انه صنف ممتاز وهو يستاهل المدح غزاره انتاج ذوق. واليوم لله الحمد السوق متروس تشوفه. السوق متروس وكل ميل استيون فيه تين. اي نعم. هذا دليل وهو انتاجه على طول السنه. انتاجه مستمر. يوقف في فتره التغليم والانتاج مستمر. ولا ننسى تسليط الضوء عليه من مهرجان ليوه لمزايه الرطب بطرح فئتين للتين الاخضر والاحمر شجع كثير ان الناس تزيد. تزرع. اي نعم. زين راشد مزاد ليوه للتمور، شفتك ايضا متواجد وتشتري. وداعم في المزاد ايضا. هذا واجب لنا عبد الله، نحن اليوم كمحلات فتحنا اسامي تجاريه ومغتدرين. المزارع هذا ممكن ما عنده اسم تجاري، ما عنده سهوله انه يبيع منتجه. نعم. لكن انا عندي السهوله واشوف المنتج هذا ربح فاخذه ويستفيد المزارع وانا اعيد تعبئته وفرزه واستفيد فيه. هني دورت المحاله اللي هي الاسطوانه اللي بتخلي المزارع الحول هذا بدال ما ينتج لي 100 كيلو للمزاد بيجيب لي 1000. يعني انت الهدف منه ايضا انك تحطه عندك وتعيد دعم تسويق. دعم دعم كلها تسويق دائره مغلقه، فاذا انقطعت نقطه منها صار عرغله. لكن دام المزارع يوصل للسوق وانا اخذ من المزارع واوصل للكاستمر وانا ادور هذا معاه، فالمزارع عرف وحط يقين انا قبله في هذا الموقف انه بيلحق الفايده الحول بينزل لك دبل كميه واضعاف الجوده. يعني من هذه المهرجانات نحن مشاهدينا الكرام نشكر القيادة الرشيدة الداعمين دائما في كل ما يخص أبناء الدولة في مهرجانات في التراث الثقافة. دائما الإمارات سباقة بدعم كل ما هو مميز لشعبها والزوار والناس اللي عايشين على هذه الأرض الطيبة، فشكرا للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود. طبعا شكرا لك راشد على معلوماتك هذه الطيبه ونسال الله لك التوفيق وكل ريال مثلك يستاهل الدعم ويستاهل الشكر. يا ربي يسلمك. لا شكر على واجبك. الله يطول عمرك. هذا لقاءنا كان مع راشد بن حاذ المرر احد ابطال هذا العالم عالم الزراعه. نحن عندنا فاصل قصير وبعده بنرجع لاعلان نتائج الفائزين اليوم في القريه الاردنيه، هذه القريه اللي تحل ضيفه شرف على مهرجان ومزاد لي وللتمور. ابقوا معنا.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوافذ خاصة. القرآن الكريم رسم لي خطوة شعيرة. ومحاور ثقافية مستمدة من الشريعة الإسلامية السمحة. اللبنة المهمة في هذه العلاقة هي الزوجة الصالحة، الزوج اللي يرى زوجته تبذل مجهود كبير. أنا مواقع التواصل الاجتماعي تقرب المسافات وتقرب القلوب وتقرب الأواصر. أكو حب من أول نظرة. ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس؟ يعني لها عناصر غذائية، لها سعرات حرارية. أنا ملان، لازم إحنا نسوي أشياء صعبة علينا. أنت منو؟ أنا ساعي البريد، 36 سنة وأنا وزع الرسائل، أعرف المكان وأنا مغمض. شفتي هالصندوق اللي ورا؟ إحنا يومي نوزع مثله. لازم هذا قلبك تعقه برا. الحب ليش كل ما تركض وراه يعذبك أزير؟ عم جوتك العقدة. انتي سكتي، اخر وحده تتكلم. مينون انا اتزوج عليش؟ يعني النتيجه بتكون 2-2. هذا الفريق الخسران. خلي الرسالة على الباب وخلنا نمشي. هذا لسانك يبغي له قص. ترى الرسائل هذه اغلبها خرابيط، انت ما تستوعب بسرعه. الظهر انت صدق بتتعب في تعليمي. اعترف. ما تعرف مديرنا عدل، ترى هو يضحك قدامك ويخصم من وراك. أنا ريال هذا البيت ولازم تكون لي كرامة. أول مرة تستعمل مخك. إيش فيك الشارع منك؟ الله قايل لك لا تنقز. وقف وقف. على 30 على 30. احد شاف هذا نظر. لا اله الا الله، دباس.
جاونا يا رجال، يقول 50 فتح الباب، 60 لباس ترى جاونا، 60 طبعا. حياكم الله مشاهدينا ومتواصلين معاكم في تغطياتنا، ومثل ما تشوفون ما شاء الله تبارك الله توافد الأخوة الزوار لمهرجان ومزاد لي وللتمور، وهذا المزاد يلقى اهتمام ودعم من منظمي المهرجان، وأكيد على رأس القائمة القيادة الرشيدة، دعم لا محدود يقدمونه للأخوة المزارعين والأخوة المستهلكين. فهذا المزاد ما شاء الله تبارك الله يبتدي من الساعة 7 المساء ولا ينتهي لين الساعة 10 تقريبا، 5 إلى 6 جولات، السوق داير، راعي المحلات مشتري، اللي يبغي البيت اشترى، المستفيد أيضا المزارع. فهذه الدورة اللي كنا نتكلم قبل شوي احنا وراشد فيها، هذه الدورة مهمة للمزارع، للمستهلك، للزوار، فنقول يعل فيها العافية ومرحبا بكم ومسهلة في مهرجان ومزاد لي وللتمور. طبعا مشاهدينا الكرام، من المسابقات المميزة أيضا ضمن فعاليات ومهرجان لي وللتمور مسابقة المجدول في القرية الأردنية. بنتابع هذا التقرير عن هذه المسابقة المميزة واللي وضعوها اللجنة المنظمة للمهرجان، ومن بعدها بنرجع فترة إعلان النتائج للأخوة الفائزين. احنا عدنا اليوم طال عمرك اكرام الاخواننا الاردنيين، ارتأت اللجنه المنظمه لمهرجان لي وللتمور هذا العام ان يدخلون الجماعه الاردنيين بالمسابقه، مسابقه التمور. عندهم صنف مشهور اللي هو صنف المجهول او المجدول بما يسمونه، صنف ممتاز، صنف عالمي معروف على مستوى العالم. هم 5 متسابقين بيدخلوا عندنا في الجوله هذه ان شاء الله، وكلهم فايزين طبعا، بس التدريج يعني الاول الثاني الثالث الرابع الخامس، وهذا ضمن المعايير اللجنه محطتنا بنشتغل عليها. طبعا عندنا 6 معايير بما فيهم الوزن، الخلو من الاصابه، التماثل، الحجم، التقصير، اللون، هذه كلها معايير اللي تخلي لنا تفند لنا من الاول الى الخامس. سيدي العزيز، هذه لفته كريمه ومبادره طيبه، وهذه المسابقه الاولى للتمور الأردنية في مهرجان لواء. للمشاركين كلهم متحمسين وفرحانين يعني ومتشجعين، إن شاء الله بنتظر النتيجة. مشاركين بمسابقة التمور الأردنية في مهرجان لواء للتمور، الحمد لله أن تمور تصنف على مستوى العالم، وفالنا الفوز إن شاء الله، ويا رب الله كريم. يعني المسابقة هي أول شيء سمعة لنا ولا شركتنا، أول شيء. ثاني شيء هي دعم من الحكومة الإماراتية مشكورة، ومن لجنة إدارة المهرجانات السادة جميعا والشيوخ، ومشكورين جميعا، الله يعطيكم العافيه. وانتم الصحفيين لكم شكر خاص بتغطيه هذا الحدث المهم على مستوى الوطن العربي، والف الشكر لكم والسلام عليكم. هسه احنا وش نشكر دوله الامارات على تحتنا الفرصه هاي ان نشارك في المزاد، وفي عندنا مسابقه بخصوص التمر المجهول عندنا في الاردن، وهسه احنا قاعدين على اعصابنا صراحه استنى نتيجه المسابقه، وربنا نجيب الخير يعني ان شاء الله، ونتمنى الاول نجيب ان شاء الله. Thank you.
شفتوا مشاهدينا الكرام وحضورنا الكريم، هذا كان التقرير عن مسابقة المجدول اللي هو المجهول على اسمهم في الأردن. أكيد مشاركة مميزة من أخواننا في المملكة الأردنية الهاشمية في مهرجان ومزاد ليوى للتمور في موسمه الثاني 2023. الآن إعلان نتائج الفائزين في هذه المسابقة، ونعلن خمس أسماء فائزين، واللي حاصل على المركز الخامس في مسابقة المجدول في مهرجان ومزاد ليوى للتمور، والمركز الخامس ذهب من نصيب شركة جنى للتمور من الأردن. ألف مبروك شركة جنى للتمور، ألف مبروك. أما المركز الرابع، المركز الرابع وذهب من نصيب شركة سدرة للتمور أيضا من المملكة الأردنية، ألف مبروك. وصلنا للثلاث المراكز الأولى في مسابقة المجدول، واللي حصل على المركز الثالث في هذه المسابقة تمور الدانة، ألف مبروك لصاحب تمور الدانة على هذا الحضور وهذا التميز في مهرجان ومزاد ليوى للتمور. المنافسة ما بين تمور البتراء وشركة الفيلالي للتمور. تمور البتراء، وين راعي تمور البتراء؟ وين راعي الفيلالي للتمور؟ طبعاً كان ضيفنا أمس، فمرحبا بكم ممثلة بهذه المشاركة المميزة وهذه القرية المميزة، وانتوا ضيوف وغالين، ومرحبا ومسهلا بأخواننا النشامة، الله يطول عماركم، يا مرحبا بكم. طبعاً بنعلن المركز الأول في مسابقة المجدول في مزاد ومهرجان ليوى للتمور الموسم الثاني، ونقول ألف 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 مبروك لشركة الفيلالي للتمور، ألف مبروك على حصول المركز الأول في مسابقة المجدول في مهرجان ومزاد ليوى للتمور. ولا يفوتنا أن نبارك لتمور البتراء أيضا على حصولها المركز الثاني في هذه المسابقة المميزة، والكل فائز بهذه المشاركة المميزة. نستأذن الآن السيد عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، لتكريم الفائزين في هذا المساء. والفائز بالمركز الأول شركة الفيلالي للتمور، فليتفضل لاستلام الدرع التذكاري بالإضافة إلى مبلغ وقدره 30,000 درهم مقدم من اللجنة المنظمة للمهرجان، دعم لا محدود يقدمونه القيادة الرشيدة واللجنة المنظمة للمهرجان. وهذه صورة تذكارية مع اللجنة المنظمة. نستأذن أيضا الأخوة الفائزين بالخمس المراكز الأولى للتفضل المسرح التتويج، وهذه صورة تذكارية من اللجنة المنظمة، مشاركتهم هي بحد ذاتها فرحة وحراك زراعي خلونا نقول في مهرجان ومزاد ليوى للتمور. مرحبا بكم ومسهلا يا النشامة في داركم. طبعا ضيف شرف المهرجان الأخوة من المملكة الأردنية الهاشمية، فمرحبا بهم ومسهلا في الموسم الثاني لهذا المهرجان. وأكيد الشكر موصول للقيادة الرشيدة على الدعم اللامحدود، وأيضا نشكر اللجنة المنظمة للمهرجان وكل الشركات المنظمة للمهرجان. كل الشكر للسيد عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وأيضا الشكر موصول للجان وأعضاء التحكيم على الجهود الجبارة اللي يبذلونها من خلال هذه المهرجانات. نحن وصلنا معاكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا المساء، وكانت أمسية مميزة بضيوفها بالفائزين بتقاريرها. الشكر موصول أيضا المصورين وهندسة الصوت والمخرج وكل الشباب اللي يبذلون جهود جبارة من بداية المهرجان لختام هذا المهرجان، الإضاءة بعد ما انساك، شكرا لك.
وشكرا للشباب كلهم. نلقاكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، والمهرجان مستمر لغاية 30 من هذا الشهر الجاري. ندعوكم للاستمتاع بأجواء المهرجان الاستثنائي التراثي الثقافي اللي فيه تبادل منفعة بشكل عام. فنلقاكم إن شاء الله غدا في أمسية جديدة وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي من مهرجان ومزاد لواء للتمور عبر قناتكم بينونة والشريك الإعلامي شبكة أبو ظبي للإعلام. شكرا لكم وفي أمان الله.